للتخلص من الإدمان الرقمي، أصبحت هناك في باريس مقاهٍ تمتنع عن تقديم خدمات الإنترنت وكذلك الواي فاي، مقاهٍ يقصدها الزبائن لتبادل أطراف الحديث ويجدون في ذلك طريقة للتعرف على الآخر عن قرب، تعرفاً حقيقياً وليس افتراضياً كما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا أعتبر نفسي اليوم مدمناً لوسائل التواصل الاجتماعي، أتي إلى هنا لتناول أطراف الحديث مع أصدقائي، ما يخلق أجواء حميمية من خلال الحديث الحقيقي، وأنا أفضل هذه الطريقة. ولمن يبحث عن طرق أخرى للتخلص من هذا الإدمان، قامت شابة فرنسية باختراع صناديق خاصة تضم أشياء تساعد على الابتعاد عن العالم الرقمي وتريح أعصاب مستخدميها ولو لفترة قصيرة. الفكرة من وراء هذه العلبة أن يضع الأشخاص هواتفهم الذكية في داخلها قبل تناول وجباتهم أو توجههم للنوم، طريقة تدفع الشخص لأن يكون معتدلا في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي. حتى الفنادق الباريسية تتأقلم مع هذه الظاهرة الجديدة، إذ تقدم لمن أحب من زبائنها خدمة العلاج من الإدمان الرقمي، وذلك بوضع اللوحة الرقمية والهاتف الذكي للنزيل في غرفة الاستقبال، وتقدم له ما ينسيه العالم الرقمي ولو ليوم واحد كثياب رياضة الجري. ليث بزاري، العربية، باريس. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس مراسل العربية ليث بزاري، والذي خاض التجربة بنفسه. صباح الورد يا ليث، أو استمرار يعني لا صباح، أصبح صباح عندك شيء يبدو. خلينا نبدأ من يعني إذا تحدثنا عن هذه التجربة، يبدو أنه فعلا الإدمان على المواقع التواصل الاجتماعي والإدمان الرقمي بشكل عام أصبح مشكلة للكبار والصغار. خلينا نبدأ من الكبار، كيف أنه منع، هل في إقبال أصلا أنه الناس تروح أماكن ما فيها واي فاي؟ نعم، صباح الخير سارة، صباح الخير مهيرة. طبعا صار في إقبال كبير بدرجة أنه بتعرفوا بفرنسا بعض الإحصائيات بتقول أنه في ما يقارب 4000 مشترك يوميا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي جدد بدخلوا هذا العالم. فهلأ المقاهي، إذا خلينا نبدأ بالمقاهي، أنه صار يعني الخاسر الأكبر من وسائل التواصل الاجتماعي هم المقاهي. ليش؟ لأنه الناس بفضلوا يلتقوا افتراضيا عن طريق الفيسبوك، عن طريق إنستغرام، عن طريق تويتر أو مختلف الوسائل، بدل ما يكونوا موجودين في مقهى يحكوا حقيقيا أو وجها لوجه أو يتعرفوا على بعض. هلأ اكتشفوا أصحاب المقاهي أنه صار في كتير طلب على هالنوع، على هالنوع من الـ من الـ من الـ زيارة المقاهي، أنه الناس بفضلوا ما يكون في واي فاي، بفضلوا أكثر حتى إذا ما كان في نتورك، إذا ما كان في شبكة 4G في المقهى مشان يقدروا يزوروا. هلأ بدنا نحكي شوي عن البوكس أو ديجيتال ديتوكس بوكس اللي اخترعته أليس. هو كانت الفكرة لما شافت يوم من الأيام أنه موجود علبة بتنحط فيها أكثر من هاتف ذكي وبتركها الشخص أثناء عمل أشياء بتكون اجتماعيا أو بين أكثر من شخص، ففضلت أنه قالت ليش ما نخترع شيء تكون أسلوب كهدية، فعملت هذا البوكس اللي ديجيتال ديتوكس عفوا بوكس. وفي أشياء أخرى، هلأ من الأشياء اللي شفناها مثلا في الفيسبوك، هو عبارة عن كتاب، يعني عن جد فيسبوك هو كتاب موجود فيه وجوه، وبيقوم الشخص بدل ما بيقوم الشخص عفوا يرسم وجوه بعض الفنانين، بعض المشاهير الموجودة في هالكتاب. بنفس الوقت اللايك والديسلايك موجودة ستيكرز عاديين، الشخص بيقدر يحط بالبيت عنده إذا بحب شغلة يمسك ستيكر ويحطها على هالأشياء الموجودة. وبنفس الوقت بنفس بهالعلبة بنلاقي إنه في قنبلة، وهي القنبلة عبارة عن نبتة برميها الشخص على بلكون جاره، على بلكون صديق له، وبمجرد ما رماها على البلكون أو على هالحديقة الشخص تتحول هاي لنبتة، طبعا مع المي مع التفاعل وتصير إنها نبتة وبشاهدها كيف تكبر. فهذا هو طريقة تمرين للشخص إنه كيف يكون
يعني يكون عايش حياة واقعية مش بس افتراضية. وبنفس الوقت إذا بنطلع بالصندوق نفسه حطت أليس أشياء طبيعية، مثلا هون بنلاقي أش، ليش؟ مشان إنه تذكر الشخص إنه هذا إشي طبيعي، هذا مش افتراضي. طيب. هلأ نحكي شوي عن الفنادق. الفنادق الحلو بالموضوع إنه مش بس إنه ملابس رياضية بقدمه، حتى بالغرفة ما في تلفزيون، ما في تليفون، ما في أي وسيلة من وسائل التواصل الافتراضي أو التكنولوجي. بالعكس في مجلات أكثر. طيب. بنفس الوقت بس سريعاً في ليث، يعني أليس بتبيع من هذه البوكسات؟ لأنه صراحة يعني غير عملية بالمرة. لا بتبيع اكيد صدقيني ساره، وفي اقبال كبير. طيب. على فكره بتراوح سعر هالصندوق اللي بنشوف شفناه تقريبا بين 45 ل 50 يورو، وفي كثير الناس يعني معجبين بهالفكره. ليش؟ لانه بتبعدك شوي عن هالعالم الافتراضي او السوشيال ميديا. يا ريت نبقى نطبقها احنا ساره ومهيره على الاقل. انا جربتها على فكره يوم، عن جد بتريح الاعصاب. يا ريت نبقى نعملها هيك لو يوم بالشهر او يوم بالشهرين، خلينا نقول ان شاء الله. ادعي لنا انت بس. يعني أنا بدي أشكرك على وجودك معنا، كان معنا من باريس مراسل العربية الليث بزاري، خاض طبعا تجربة التكنولوجيا. سارة إنه في صار موجود هلأ أبليكيشن خاصة بتذكر الشخص قديش صاره قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتقترح عليه أشياء إنه ممكن بهالفترة بتقدر تعمل أشياء تانية. مثلا قديش قضيت مثلا نص ساعة على إنستغرام، بتقدر بهالنص ساعة تعمل، وبتقترح أشياء تانية، ممكن تعمل رياضة، ممكن تعمل أشياء أخرى. وهي كتير حلوة الابليكيشن، ريت كلنا ننزلها على موبايلاتنا كمان. ليث انت اليوم غير موفق معايا بالمرة، بس ايش نسوي يعني، خلص معلش نرجع نشوفك الاسبوع القادم ان شاء الله. كان معنا ليث بزاري.